لا يوجد في إفريقيا دولة بها فاغنر إلا ويرفع فيها الأعلام الروسية في الشارع في وضح النهار، وأنت أدرى مني بذلك. ب10 دولار برفع لك الآن، برفع علم روسيا هون في واشنطن. لم نرى دولارات، لم يعني يمكن 10 روبل. هاي علم فلسطين خلفي، لا تستطيع أمريكا أن توقفني من هاي، وهذا علم أمريكا خلفي كذلك. فلذلك رفع العلم لا يعني شيء. المهم على أرض الواقع ماذا طيب يستفيد. مرة أخرى دكتور محمد سأقاطعك جملة بسيطة، أرجو فقط أن تعيد ترتيب العلمين. تفضل. فقط يعني عيد ترتيب العلمين واجعل علم فلسطين في الواجهة أرجوك، وأحييك وأعتذر وأعتذر أشكرك. وفي القلب دائما. تفضل. فلذلك أخي الكريم، أنا دعني أتكلم هنا كإنسان ولد في مخيم لاجئين وهاجر إلى أمريكا. أهم ما في هذا الأمر ماذا سيستفيد الأفارقة من شمال إفريقيا حتى جنوب إفريقيا، من شرق إفريقيا إلى غرب إفريقيا، حتى الرجل الأسود في أمريكا، ماذا سيستفيدون من كل هذا الصراع بين القوى المهيمنة، إن كانت الصين أو روسيا أو أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. يجب ألا يباع وتباع إفريقيا بالجملة. طيب. بهذه الدول يجب أن نتخذ موقف. أنا أتكلم هنا ليس كأمريكي. نعم، وليس كعربي. نعم، يعني من وجهة النظر الإفريقية يعني. نعم، فهمت. من وجهة نظر إفريقية. نعم، ماذا فهمت. سأستفيد أنا ومستقبل أولادي من وجودي في هذا العالم. طيب. وعملي مع الصين أو روسيا أو الغربية.